إليك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا مظلوم، 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 ما أسمع صوتك، لبيك يا مظلوم، لبيك، ما شاء الله، لبيك يا مظلوم، 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 لبيك يا شهيد، 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 لبيك يا، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، لبيك يا شهيد، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصين أخ الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول، يا علي يا علي، ذكرى لها نفس الشريعة تجزع، وأسى له عين الهداية تدمع، رزء له الإسلام ضج وحادث، من وقعه قلب الهدى يتصدع، يا ليلة القدر اذهبي مفجوعة يا علي، يا ليلة القدر اذهبي مفجوعة، فلقد قضى فيك الإمام الأنزع، يا علي يا علي، أدر ابن ملجام حين سل حسامه للفتك بالإيمان، ماذا يصنع؟ أردى به التوحيد في ملكوته، والعرش مما قد جنى متفجع، جرح أصاب الطهر في محرابه، يا علي، من وقعه قلب الهدى يتوجع، لاقى الإله وذكره بلسانه، لاقى الإله وذكره بلسانه،
وقضى إليه ساجدا يتضرع قد كان ما بين الأنام وديعة رجعت وأي وديعة لا ترجع أصبح عليك الصوم ينعى يا ولي الصوم والدين ينعى لك على فرقائك مهموم بعدك يا حيدر ما بقت الدين دولة وانغلق باب توقف الوفاء حوله ومن عقب عينك يا ابويا يقصدوله والدين اصبح ينتحب والدمع مسجوم واصبحت بعدك بيضة الإسلام ثكلة ومنا إلى المشكل عقب عينك يحل بعدك على نظيم حيدر والمذلة لا خير في الدنيا عقب فرقائك في اليوم آه لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين هذه الليلة العظيمة ليلة استشهاد أمير المؤمنين هي ليلة الدعاء هي ليلة التوسل علي وهو على فراش الموت كان يذكر الله نحن أيضا من شيعة علي فلنكن من الذاكرين علي بعظمته ماذا كان يقول في مسجد الكوفة مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي هكذا كان علي يناجي ربه علي يقول أنا الضعيف بعد مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني هكذا كان علي يخاطب ربه هكذا كان علي يناجي ربه علي يا علي علي يا
وين صوتك علي ويا علي 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 علي ويا علي. في مثل هذه الليلة زينب تبكي على علي. في مثل هذه الليلة الحسن يبكي على علي. في مثل هذه الليلة الحسين يبكي على علي. إنها ليلة الوداع إنها ليلة القاء إنها ليلة الانقطاع إلى الله. أنت بعد يا مؤمن فلتكن من أهل الانقطاع إلى الله. لا بد أن نتوسل بأمير المؤمنين. لا بد أن نهيئ أنفسنا لمصيبة علي. هذه الليلة مو فقط ليلة الشهادة والحوز، هذه الليلة ليلة العبادة. علي لسانه يلهج بذكر الله، أليس علي يقول أتسلط النار على وجوهه؟ خرت عظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة. إذا كان علي يخاف من الله فمن أكون أنا ومن تكون علي يا علي علي يا علي علي يا علي 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 يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي. هذه الليلة ليلة الدموع، هذه الليلة ليلة الأحزان. إذا أراد الإنسان أن يعيش لذة هذه الليلة فليحضر أعماله بين يدي، فليحضر تلك الذنوب والمعاصي. إخواني المسألة ليست هينة كما نقرأ في ذلك الدعاء: وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. أمير المؤمنين أيضا في مثل هذه الليلة على الفراش. إذن هذه الليلة ليلة الدموع، إذن هذه الليلة ليلة الاستغفار. ماذا قدم الإنسان لنفسه لأن هذا القاء إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ لذا نحن ننادي علي يا علي علي يا علي علي ما شاء الله علي يا علي علي يا علي علي يا علي. يا أمير المؤمنين انظر إلينا نظرة رحيمة. إذا القرآن يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا بعد ونحشره يوم القيامة أعمى. يدخل الإنسان في عالم القبر فلا يجد نورا. ليش؟ ما عنده عمل، ما عنده وسيلة. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم
تنسى. لكن ماذا نقرأ في الدعاء؟ يا نور المستوحشين في الظلام. تدري من هذا النور؟ هذا النور عملك. بعد هذا النور هو أمير المؤمنين. هذا النور هو الإمام الحسين صاحب المصيبة. إذا أنا أريد من هذه المقدمة أذكر لك أيضا الإمام الحسين، لأن الليلة مو فقط ليلة أمير المؤمنين، الليلة أيضا ليلة الحسين. يا نور المستوحشين في الظلام، يأتيك هذا النور في عالم القبر، هيئ نفسك لمصيبة أمير المؤمنين. يجي الحسين في عالم القبر وهو جثة بلا رأس، فيستغرب المؤمن وإذا بالإمام يتكلم من منحره. يقول الإمام الحسين: أنت طالما بكيت علي، أنت طالما بكيت على أبي أمير المؤمنين. فيسأل هذا المؤمن: من تكون؟ من تكون يا صاحب هالأنوار البهية؟ قال: لا ما تعرفني غريب الغاضرية. يقول للحسين: ما تشوفني بلا راس ومن نحر أحاجي؟ من تلذي المات مجنادي والي عليه؟ تبكي على مصابي يا شيعي، شلون نخليك لأجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية؟ يقول للحسين: لكن يا مؤمن، خرجت من الدنيا معزز مكرم، غسلوك كفنوك واروك في ملحودتك، لكني انا الحسين خرجت من الدنيا لا غسل ولا كفن. بعزة وجلال اهلك على التابوت شالو، معزز مكرم واحفروا قبرك وارو، لو من عقاب موتك على التربان خلوك مثل ثلاث ايام بيل غبرة رمية. يا مظلوم، يا مظلوم صوتك، يا مظلوم. يا مظلوم. يقول للحسين: بعزة وجلال اهلك على التابوت شالوك، معزز مكرم واحفر وقبرك وراءك، لو من عقب موتك على التربان خلوك مثل ثلاثة أيام بالغبرة رمية. يا مظلوم صوتك، يا مظلوم. مظلوم ما أسمع، يا مظلوم. أنا اللي ما حد بالخلايق مثلي يرتاح، كم شاب شفت معفرين فوق لتراب، محد تروع بالخلايق مثل روعي. انا الشهيد اللي ذبحه وفي حضني رضيعي. يا مظلوم. مظلوم.
قال إذا قلنا ليلة أمير المؤمنين ليلة العبادة ليلة أمير المؤمنين ليلة القائم، يعني الإنسان إذا استحضر تلك الأعمال بين يديه وفقه الله لإدراك حقيقة ليلة القدر. بعض الصالحين كانوا يعملون لأنفسهم قبورا، تدري ليش؟ يدخلون في تلك القبور ويحاسبون أنفسهم. هذه الحالة كان يعيشها أولياء الله. إذا أنت أيضا في مثل هذه الليلة تحتاج إلى محاسبة، في مثل هذه الليلة يحتاج الإنسان إلى أن يهيئ نفسه أن يعيش الموقف العظيم. الشاعر يقول: فإذا بكيت على فراق أحبتي، كم من الأشخاص كانوا معنا في مثل هذه الليالي ولكن لا وجود لهم، فإذا بكيت على فراق أحبة فلتبكي نفسك أيها المسكين، لا بد من يوم تفارق معشرا كنت الوجيه لديهم وتهون. إذا إخواني حقيقة ليلة القدر والتهيئة لليلة القدر هي بعظمة إدراك استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين وهو على فراش الموت، زينب تنظر إلى علي سلام الله عليه وتلطم على وجهها وأبتا، الحسن ينظر إلى أمير المؤمنين وهو ينادي وأبتا، الحسين ينظر إلى أمير المؤمنين وهو ينادي وضيعتا. هذه كلها ظلامة أمير المؤمنين، لكن احنا قبل لا نذكر مصيبة أمير المؤمنين نريد نهيئ أنفسنا، نريد نتذكر الموت، لأن أمير المؤمنين كان يتلذذ بذكر الموت، صحيح أم لا؟ علي عليه السلام كان مأنوسا بالموت، شلون بي لو قرب مني الأجل، شلون بي لو قرب مني الأجال، واخذ سمع الموت ولسان الذجال، ضلت عيوني تدير على الأهال، شوفها تهل الدمع لمصابي، هذا أبوه يبكي عليه لفراقه، هذا أمه تبكي عليه لفراقه، من ملك الموت أخذ روحي وصعد للمغسل، طلعوا من الجسد وقام لمغسل جرد ثيابي، شلون بي بكفن لو لفوني، لكن أنا أقول يا علي يا علي للقبر عقب الغسل شالوني، يا ويلي ونزلوني بحفرتي واروني، وقام حفاري يهل ترابي، شلون بي لو مسيت بحفرتي دار غربة ويل حال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي، وابعدت عني هلي وأحبابي. هذا البيت عظيم على قلب أهل المعرفة، شلون بي لو ضغط جسم القبور وقام من خشم حليب أمي الدور، شلون حالي منوقف بيوم الحشور وياخذ المعبود باستجوابي،
شلون منكر لو لفاني للقبر. قام ينشد بيش قضيت العمر، شنه ذاك الوقت من عند العذور، شنه عن ذيك المعاصي جوابي. شلون بي من انفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي، شلون بي من اوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب. شنه عذري وشنطي للباري جواب، شنه عذري وشنطي للباري جواب، من يعاتبني ويزيد عتابي. شلون بي من التفت يسرى ويمين بيوم هول يشيب من عند الجنين، مال ما ينفع ولا تنفع بنين، ولا ينام ينفع وعض بنابي. لكن يا أمير المؤمنين نحن من شيعتك، ما يضل جاوبني ما يضل، عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. جوابك ما يضل عندي وسيلة ولا أمل يا علي غير حب. هذا الصوت ضعيف راسي زينب، ما يضل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى. لذا أمير المؤمنين في هذه الليلة يلتفت إلى الحسن والحسين، يوصيهما بتلك الوصايا، وهي أيضا وصايا لشيعة أمير المؤمنين. انت بعد تخيل نفسك قاعد مع أمير المؤمنين. أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما بعد يا علي وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله في الزكاة، الله الله في الأيتام. علي يصيب الأيتام وهو أبو الأيتام، الله الله في الفقراء. بعد ذلك يلتفت إلى أبنائه ويوصيهم بقاتله. اسمع شقول علي، اسمع إلى رحمة أمير المؤمنين. أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي. يا علي يا علي، ما أدري هذا الكلام يجرح قلبك لولا. ثم التفتت زينب إلى أمير المؤمنين وهو يمسح ذلك العرق من جبينه، قالت له يا أبا ما هذا؟ قال لها سمعت جدك رسول الله يقول أن المؤمن إذا قربت منه الوفاة عرق جبينه، وإذا بزينب ترمي بنفسها على علي. أبا يا علي يا علي، وإذا بأمير المؤمنين يلتفت إلى ولده الحسين. كما قلت لك في المقدمة، ترى مصيبة أمير المؤمنين هي مصيبة الحسين. أما أنت يا أبا عبد الله ستقتل مظلوما عطشانا. قام أمير المؤمنين يوصي الحسين ويخبره بتلك المصائب. أين المنادي وحسينا؟
أما أنت يا أبا عبد الله ستقتل عطشانا ظمآنا، أما أنت يا أبا عبد الله سيقتل رضيعك من الوريد إلى الوريد، أما أنت يا أبا عبد الله ستحرق قيامك، أما أنت يا أبا عبد الله سيصعد الشمر على صدرك. أين المنادي وحسينا؟ أما أنت يا أبا عبد الله ستدوس الخيل على صدرك. وإذا بالحسين يبكي أفي ذلك سلامة لديني يا أبا؟ قال بلى، قال لبيك. لكن تدري في مثل هذه الليلة أيضا ماذا فعل أمير المؤمنين؟ أخذ بيد زينب ووضع ذلك اليد في يد العباس يا أبو فاضل. يقول للإمام أوصيك يا ابن بيرق المظلوم شيله، والضعن يا عباس صير انت كفيله، واخدم الحارة يا الولد خدمة جليلة، وهذه الوديعة والوديعة تريد حمام. بعد ذلك قالت زينب أبا إذا أنا أملي، قالها من إخوانك وتختاري لاباس، كلها صناديد وشفاية ترفع الراس، هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس وجعفر، كلهم ما يهابون المنية. اسمع شتقول زينب، قالت أريد من إخوتي اللي يخدموني، وأما الحسن وحسين تخدمهم عيوني، أخواني كلها أبطال شأن تخيروني، كافل أختار البطل عباس الشفيع. التفت إلى الحسن، وأما أنت يا حسن ستقتل مسموما. بعد التفت إلى أبي الفاضل، وأما أنت يا أبو فاضل ستقطع يمينك وشمالك، وسيفضح رأسك بالعمود. أين المنادي وعليا؟ هذا والإمام يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، فإذا بزينب رمت بنفسها على رجل علي وضيعته. من للصغير حتى يكبر، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، ولما اشتاق الحبيب إلى حبيبه عرق جبينه، سكن أنينه، غمض عينيه، أطبق أفاه، عظم الله لك الأج يا صاحب الزمان، عظم الله لك الأج يا مكسرة الأضلاع. أين المنادي وعليا؟ وفاضت روحه المقدسة. أين المنادي وإماما؟ أين المنادي وعليا؟ وإذا بزينب رمت بنفسها على صدر علي، بني علي أنا ابنتك زينب فكلمني. أين المنادي وعليا؟ أين المنادي وإماما؟ جاء الحسن والحسين
إلى أبيهما أمير المؤمنين يريدون أن ينفذوا تلك الوصية. أخذوا عليا إلى المغتسل، غسلوا أمير المؤمنين ذلك الغور، كفنوا أمير المؤمنين، أرادوا أن يشيعوا عليا. خلينا احنا بعد نشيع أمير المؤمنين مع زينب، تقول ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع المحزون، ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع المحزون. ما اسمع ريضوب حيدر يالذي بنودع وتودع، وامشوا على مشي النساء لو ساعة نقضي مع شيخ العشيرة وداع. زينب على فقد الولي مرتاع، زينب على فقد الولي مرتاع، ريضوا بحيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع ريض بحيدر يالذي شلتونا، بنودع بنسايلة والدمع منا سايل، لا وين يا شيخ العشيرة شايل، لا وين ابو الحسنين عنا راحل يا علي، ريضوب حيدر يالذي شلتونا، ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع. اسمع شو تقول زينب، خلوا الوصي عدنا سواد الليل، باشر يا ابو محمد معاك نشيل حتى الهادي والبدول الجيله وعليا، حتى الهادي والبتول الجيل، ريضوا بحيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع يا عز وتشد عصابة راس، من ضربت على الراس كم هو قاس، ما هو الذي تهاب الفوارس باسه، ريضوا بحيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع المحزون. صوتك ريضوا بحيدر يالذي بنودع وتودع، ها هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لقى ذلك التشيع، لقى ذلك الغوص، ولكن هل هناك يوم كيوم الحسين؟ لما وقع حيدر على الأكتاف شالوه، وحسين في طف كربلاء بالتراب خلوه. يعني شوف المقارنة بين أمير المؤمنين وبين الحسين، لما وقع حيدر على الأكتاف شالوا، وحسين في طف كربلاء بالتراب خلوا. تتحمل تسمع لولا مسحة ودموم المرتضى جملة بنينا، وحسين من صاب الحجار وسط الجبينة، شد وجرح رأس الوصي وشالت أولاده، وحسين من صاب السهام وسط تفاده، يا علي
جرح حشاه وطاح من صهوة جواده، ومنهم الشاه لو جثته للجرح شدوه. هذا البيت عظيم على قلب السادة، بس مرة طاح المرتضى وسطة المحراب، وكم مرة طاح حسين وقلبه من العطش، بس مرة طاح المرتضى وسطة المحراب، وكم مرة طاح حسين وقلبه من العطش ذاب. يا أبا عبد الله ذبحوه طام من العذاب، ما ذاق قطرة الخيل، يا الخيل لعبت فوق صدره، الخيل يا الخيل لعبت فوق صدره، يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم. وين صوتك أين المنادي وعليا، أين المنادي وإماما، أين المنادي وشهيدا، يا طار شيخ ذلك علامة وقف على ذروة التهامة، وقل للنبي ويا عمامه ابو حسين ما تمم صيامه، جوابك ابو حسين ما تمم. قتلتم الصلاة في محرابها، لا تنشف هذه الدموع العظيمة عشر مرات، يا الله 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 سبع مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم يا أرحم يا أرحم الراحمين عشر مرات، بعلي بعلي بعلي، وين صوتك بعلي بعلي بعلي، يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا، أعلى من ذلك يا وجيها لشفاء المرضى، يا وجيهان لفكاك الأسرى، يا وجيهان لنصرة الإسلام، يا وجيهان
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، أعلى من ذلك في هذه ساعة وفي كل ما شاء الله، وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بصوت واحد، إنهم يرونه بعيدا ونراه بعد مرة، إنهم يرونه بعيدا ونراه بصوت واحد. يا ابن الحسن عجل على ظهورك، يا ابن الحسن بعد مرة، يا ابن الحسن عجل على ظهورك، يا ابن الحسن اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك قيد كل أسير وسجين، اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد، اللهم ومن أراد شيعة أمير المؤمنين بسوء فأرد ومن كادهم فكد، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين، علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين، نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.